هذه القصيدة نتاع الذراري اللي راحوا ضحية في القنبلة. أم عيني راه جرحي ما يبراش، هذا جرح صعيب ما صبت دوايا، مقواني نبكي نهوم مع لوحاش، وسع الصحراء ذاق عني أنايا. ذا المشعل كبير نار وما تطفاش، يقضي مثل النار في وسط حشايا، الدمعة من العين ديما ما تصحاش، سالت على الخدير راها جراية. عيت نصبر خاطري قلبي ما باش، نبات نحدث في نجوم الضوايا، أعطي مع الشيخ راحو ما ولاش، أجمالي الاثنين قابوا يدايا، كي نتفكر خيالهم دمعي هشاش، يقابلني نسخيب راها محذايا، قلبي فرفر والعقل من راسي طاش، نظل نهوم وين نلقاهم نايا. يا ساعة الذارية تروحو ما تبطاش، وترجع للدار في ساعة هنايا، حتى كلمة يوم ما يذكرهاش، تبكم ما عاد ينطق بسمايا. بن إبراهيم وزيد بالقاسم قراش، هذو خمس رجال راحوا ضحايا، مكتوب الله يصيدهم هذا الكماش، سابق في الأزال بمر مولايا. لو جيتوا بالمال عندي ما يسواش، ياسر والله قليل نعطيه هدايا، لو جيتوا بالجاه ننده كل عراش، نمشيهم وندير عنكم حوحايا. هاي ما يتحفظها منه، هم جار طويلة، جار طويلة لقاية. رأيتني أقدر أكون مرقة.